وإلى فقرتنا التالية، فسبع سنين من الحرب على سوريا ما قدرت تعرقل أو تعطل أي جانب من جوانب الحياة فيها، بالذات الفن والإبداع. على العكس تماما، فمن رحم الألم ولد الإبداع. أكيد فرح، رح نحكي عن مختبر خلق، وهو خلينا نقول العرض التاسع لنوستولوجي، وهي العمل اللي عم تقدمه فرقة سوريا للمسرح الراقص من تأليف واكريكو غارف وإخراج مؤسس الفرقة الفنان نورس برو يلي هو ضيفنا لليوم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا صباح فيك. الخير. صباح يسعد الخير. صباحك نورس، أهلا وسهلا صباح فيك عن جديد. عرفتك. خلينا نحكي اليوم عن مختبر خلقي اللي هو من مختبرات نوستولوجي، مشروع سوريا للمسرح للمسرح للرقص المعاصر. خبرنا أكثر ترى عنه، وهو شو مشروعكم؟ حقيقة هلا هو إذا بنعتبره على مستوى العروض لفرقة سوريا المسرح الراقص من وقت تأسيسها لليوم، فهو قد يكون العمل التاسع يعني. بس نحن يعني آثرنا شوي إنه ما نسميه عرض ونسميه أكثر بمختبر، مختبر تجريبي من ضمن مختبرات نوستالجي. نوستالجي هو أحد عروض الفرقة يلي قدمت مؤخرا، ويلي طبعا بتختص ب يعني الكونتمبرري جاز المودرن، يعني إلى آخره من أنواع الرقص المعاصر والحديث بالعالم، والمستند طبعا لمدارس رقص عالمية كبيرة مثل نينا باوش، مثل مارتا جراهام، مثل هي المدارس الكبيرة يلي طلعت شوي من نطاق خليني اقول الباليه الكلاسيكي ومدرسه رودولف نورييف والى اخره من هاي المدارس. سوريا بلد يعني عمرها 7000 سنه من الحضاره بالنهايه، فهي قادره ان طبعا تواكب العالم بال 2017 وبالالفيه الثالثه، ولسه تقدم كمان يعني من منظورنا مو 70 سنه ولا 700 وانما 7000 سنه قادمين ايضا من الفن وخليني اقول الديناميكيه بالتعامل مع التطور خليني اقول والحداثه بالعالم، يعني بخروج خليني اقول من نطاق الفولكلور والموروث يلي اكيد نحن بنفتخر فيه وبنعتز فيه، ولكن اليوم في عجله عم تمشي بالعالم. تمام. سوريا المسرح الراقص قدمت اعمال عديده، منها اعمال كبيره طبعا على مستوى دور الاوبرا، منها بسوريا ومنها خارج سوريا، مثل درب المجد، سوريا قصه حب، انسان، واعمال كثيره طبعا، ولكن كان بيغلب عليها الطابع الكلاسيكي خليني اقول، الباليه الكلاسيكي يلي كمان فيه جانب كبير من الفولكلور او التراث السوري والمشرقي بشكل عام، يعني من خلال هاي الأعمال يلي عملناها. نوستالجي هو خليني أقول الخطوة الجديدة بسوريا للمسرح الراقص. نوستالجيا أو نوستالجي هو طبعا باللغة العربية مصطلح يشير إلى العودة إلى الرحم. نحن بإسقاط مننا لهذا المصطلح عملنا يعني أو اعتبرنا العودة إلى الرحم السوري. فينا نقدم سوريا بطريقة مختلفة، وخصوصا بعد 7 سنين من الحرب. من المعروف طبعا أنه من أبرز إفرازات أي حرب بأي بلد بالعالم أو أي أحداث في العالم هو الأدب والثقافة والفكر. عنا إفرازات سلبية كتير طلعت، ما بيمنع أنه نحن نكون إحدى هاي الإفرازات الإيجابية، مثل ما أنتوا بالإعلام طبعا الحربي والمقاوم كمان من الإفرازات الإيجابية والهامة يلي بكرة قد تدرس مع الوقت للناس. في حالة من الأكاديمية بتسيطر على مشروع نوستالجي كونه مختص بالرأس المعاصر، قدمنا مختبر خلق يلي هو بيلخص فكرة خليني أقول فلسفية شوي خارجة عن الأحداث وعن الحرب وعن الأزمة وإلى آخره. شوي ناقشنا بأسلوب راقص موضوع تطور مشاعر الإنسان عبر التاريخ، يعني من فكرة الأسطورة آدم وني أو آدم وحواء، ويعني وبالجاي للعصور اللي مرقت للمعاصرة من خلال 5 محاور خليني أقول أساسيات: البحث عن الشريك، البحث عن المشاعر، البحث عن الوطن، البحث عن الموسيقى، البحث عن الجسد والرقص، ومن ثم البحث عن الحب بأسلوب معاصر. حاولنا نقدم هاي الأفكار بمختبر، مش بعرض وإنما بمختبر بعنوان خلق مثل ما قلت، وبأسلوب الرقص المعاصر البحت يلي مستوحى بالأساس بالاعتماد طبعا وبالاقتباس من مدرسة نينا باوش العالمية العظيمة والكبيرة بهذا المجال. حقيقة تفاجأنا بردات فعل الجمهور السوري يلي حقيقة والصحافة وانتم منهم يلي عبرت عن خليني أقول عمق هذا الجمهور وعن ثقافته وعن اطلاعه وعن معرفته، يعني كانت إيدنا على قلبنا شوي نحن وعم نقدم مختبر يختص بالرقص المعاصر، وإنما يعني ما بيختص بالفولكلور أو بالتراث، وإنما عم يقدم حالة أكاديمية وفكرة فلسفية بحاجة لنقاش ما قبل العرض يعني أساسا لتوصل، ولكن وصلت بشكل جميل ولمسناه من خلال الناس والمواد اللي كتبتها الصحافة وإلى آخره، وكان هذا الشيء شرف لنا ومحفز ليكون
خلق هو جزء من عرض كامل متكامل بيختص بالرقص المعاصر، ان شاء الله حيكون باول العام القادم ان شاء الله. يعني نورس مثل ما قلت يمكن الرقص المعاصر هو بحد ذاته كنوع من انواع الفن يحتاج دائما الابداع، يمكن خلق افكار جديده ومسموح فيه تطوير بشكل كثير كبير، وهذا الشيء بيخلي الناس تتقبل هذا النوع شو ما كان بالافكار اللي موجوده فيه. اليوم هذا المختبر وانت مصر تسميه مختبر، قد ايه يمكن هي الافكار اللي اخترتوها انه تلامس الوطن، تلامس الانسان، تلامس المشاعر، خلينا نحكي عن هي مرحله التحضير، يمكن الفكره الفلسفيه دمجه مع الحركه، حركه جسم الانسان، قد ايه بتاخذ منكم وقت؟ كيف بتم؟ هل بتعملوا ورشة مثلا مثل ما السيناريو الفيلم بينعمل عليه ورشة، هل بتعمل ورشة لتأليف الرقص المعاصر وخصوصا بهذا الموضوع؟ هلا هو سلمى حقيقة أولا ما بيخفى على الكل أنه في البدء كانت الكلمة، والكلمة هي عماد كل شيء بالحياة، عماد كل شيء فني إعلامي إبداعي، عماد الحروب، عماد الشعراء، عماد كل شيء بالحياة يعني. نحن من هذا المبدأ انطلقنا بفكرة خلق، أنه لو ما الكلمة كانت موجودة بالأساس ما كنا بنطلع لنتيجة العلاقة بتطور المشاعر وثقافة الشعوب، وهذا التطور يلي له علاقة بالتمدن والتحضر ويلي بتفرع على كثير جوانب، العلاقة بالإبداع والعلم والفن والأدب وإلى آخره يعني. وخصوصا أنه برجع بقول لك سوريا يعني 7000 سنة من الحضارة، يعني هي أكبر من يعني عفوا بعتذر ما بقصد شيء، ولكن هي أكبر من 2017 سنة وأكبر من 1437 سنة، هي وراها تاريخ ممتد إلى حضارات ناقشت هي الأفكار الفلسفية بالبدايات، ربما غابت مع الوقت بسبب أفكار ظلامية، بسبب استعمارات معينة، بسبب هجمات مجتمعية معينة، انغلاقات معينة، لكن السوري دائما قادر أنه برغم الحروب وبرغم كل شيء أنه يطلع بإبداعه من يعني خليني لك من زخم الأزمة يلي بيكون عايشة. مرحلة التحضير حقيقة كانت مرحلة شبيهة جدا بالدروس اليومية يلي لها علاقة بسوريا للمسرح الراقص. نحن كنا عم نقول للناس أنه رح تحضروا مختبر وليس عرض بالدرجة الأولى، مش لا ولا تحصين ولا موضوع احتراز لأي نتيجة قد تكون، وإنما فعلا هي كانت حقيقة أنه أنتم جايين تحضروا درس مفتوح بالدرجة الأولى، تقيموا من خلاله يلي راح تشوفوا بناء على أنه هو درس ومختبر وإنما ليس عرض. هو من دروس سوريا المسرح الراقص اليومية، دائما بسوريا المسرح الراقص في حرص على أنه هاي الدروس الأكاديمية يلي هي عبارة عن درس تكنيك يومي ودرس باليه كلاسيكي يومي وحديثا درس معاصر ودروس نظرية أخرى وبشكل يومي هي تكون الأولوية قبل وأهم من أي عرض أو شو ممكن نقدمه أو بيرفورمانس ممكن نعرضه للناس بأي مناسبة كانت. يعني هو بناء الفنان خليني أقول يلي بيجي لعنا من الصفر بمختلف توجهاته المجتمعية والفكرية وإلى آخره، بغض النظر عن البيئة يلي جاية منها، بيتطبع بسوريا المسرح الراقص فنيا وبيضلوا بهذا النهج الأكاديمي ليطلع وسوريا تكسبه بالأخير كفنان وكمبدع وإلى آخره. نعم يعني نورس ما فينا اليوم ننكر ضغوط الحياة يلي فعلا هي موجودة عند كل شخص فينا، قد ما كان سلمى متفائل وقد ما كان صحيح. مبسوط بحياته دائما في ضغوطات معينة، بس بتختلف طبعا طريقة العلاج من شخص لتاني. اليوم بفرقتكم قد ايه بتحسوا انه فعلا انتم قادرين مو بنقول نحن ننسلخ من هذا الوضع، لا، بس نحن نروح لعالم ثاني، يمكن عالم احلى، العالم يلي نحن اكيد بنطمح عليه، فقد ايه بتحسوا انه الفرقه وحاله الانسجام يلي بين بعض بتحقق لكم هذا الشيء؟ انا بشكرك على هذا السؤال لانه حقيقه هذا جزء من مشروع فرقه سوريا المسرح الراقص يلي تبنته من اكثر من 3 سنوات وخصوصا بجيل الاطفال. يعني نحن كنا عم نقول انه اليوم الطفل للاسف الجيل الجديد عم يوعى على مشاهد يعني بالنهاية أنا كمان بشتغل بمجال الإعلام وبقسم الأخبار وإلى آخره، بعرف تماما هذا الجيل شو عم يشوف اليوم، عم يشوف الحرب والدمار والقتل والرصاص وإلى آخره، هو المفروض يكون مخلوق ببيئة أخرى، بعرف الأهل عم يعملوا يمكن أكثر من ما عليهم لحتى يغيبوا هدول الأطفال عن هذا الواقع خليني أقول الظلامي، يعطوهم الشيء الصح منه أو الجانب الصح منه ويبنوا لهم مستقبل مشرق وإلى آخره. ولكن يعني سوريا المسرح الراقص بيوم من الأيام فكرت بأنه هي إذا بتتبنى مشروع الأطفال يلي له علاقة بأنه نحن 4 سنوات
4 ساعات عفوا يوميا، بدل ما هالطفل، يعني هلا عم نحكي عن الاطفال ما عم نحكي عن جيل الكبار، بدل ما هالطفل يروح يعني يتاثر بالمحيط الموجود، يحضر تلفزيون او حتى يندمج بالشارع. واليوم العاب الاطفال هي عباره عن سلاح، وعن يعني في 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 شيء حيصير متطبع بالنفس مع الوقت. لا، قلنا نحن بنغيبهم لمده 4 ساعات بجو اكاديمي له علاقه بالفن وله علاقه بالباليه وله علاقه بالرقص، وحتى احيانا بنطلع عن مجالنا شوي لنوعيهم على اشياء ثانيه حلوه بالحياه موجوده. هي خليني اقول مرحله تغييب متعمده، بس هدفها نبيل، يعني نبيل بالدرجه الاولى، ما في من وراها اي هدف سلبي، باستثناء انه يعني هذا الطفل فعلا يطلع هو عنده ثمره المبدع، يعني اللي بيقدر ينطلق من خلالها لاي شيء بده اياه بالحياه، من دون ما يكون بهال 24 ساعه عايش جو السياسه والحرب والازمه، وهي حديث الناس يعني بالنهايه. أكيد. نحن يعني منطلعوا شوي من هالحديث. اكيد، يعني نورس الرياضه يوميه مثلا 10 دقائق او ربع ساعه يوميا تغير دوره دمويه لجسم الانسان، كيف صحيح. بالرقص اللي هو اكثر شيء بحاجه لليونه وبيطلع كمان مثل ما قلت شيء من نفسيه الانسان. اليوم يمكن يكون في كثير ناس عم تتفرج علينا، ممكن ناس لاول مره تعرف عن الفرقه، شو بتحب تقول لهدول الناس اللي ممكن يخلوا اولادهم يخطفوا هيك لحظات من الزمان ويعيشوا فيها حياه ثانيه، يعيشوا شويه فرح، يتعلموا شيء، يتثقفوا، بنفس الوقت يتحصنوا نفسيا؟ هلا يعني اول شيء انت ما بتتخيلي انا مستوى تقديري وحجم تقديري لكثير من الاهالي يلي اليوم ممكن عم يتابعوا سوريا المسرح راقص عن طريق السوشيال ميديا، الفيسبوك، تويتر، انستغرام الى اخره، عم يشوفوا صور، عم يشوفوا فيديوز من الدروس او من العروض او الى اخره، عم يصير عندهم هذا الحافز لحتى انه بدهم ابنائهم فعلا يتعلموا بشكل غير تجاري، يعني مش بالنهايه هذا مشروع للبلد، يعني بخص سوريا المسرح الراقص هو ما له مشروع تجاري ابدا ولا فيه اي مربح مادي او هدف مادي، فعم يكون عندهم هذا الحماس وهي بهي الجهه يلي اليوم انا بكل فخر بعتبرها جهه اكاديميه ثابت على حالها يلي هي سوريا المسرح الراقص، وطبعا بدعم انا ما بقدر انكره ابدا ولا بقدر انساه من دار الاوبرا، دار الاسد للثقافه والفنون، وعلى راسها طبعا يلي بوجه له تحيه كثير كبيره، يمكن كان معكم شوي دكتور جوان قرجولي، يلي يمكن لولا دعمهم اليوم ما كانت سوريا المسرح الراقص عم تاخذ مكانه او الحيز المناسب بالحالة السورية والمشرقية، خليني أقول بشكل عام، حتى أنه صحف يعني مثل الاندبندنت وغيره من الصحف كتبوا عنا، وهي صحف أوروبية ما بتوصلون منها غير الصورة والفيديو، وما في مجال هون لموضوع العلاقات العامة وكتب لي إذا بتريد وإلى آخره، هون ما في مجال، هون بتكون حالة مصداقية كاملة. بس بالمقابل كمان لازم يعرفوا أنه ما في استسهال أبدا بالموضوع، يعني يلي بده يجي يتعلم رقص أو يحط أولاده يتعلموا رقص، سواء بجيل أطفال أو بجيل بعمر المراهقة أو بعمر كبير، هو ما له موضوع، يعني مثل ما بنقول باللغة الدمشقية ما له سيران، يعني ما له نزهة أبدا، يعني هو فعلا موضوع جدا رح يلاقوه صعب بالبداية، حيكون في دروس لها علاقة بتكنيك الجسد وبليونة الجسد، في وجع، في ألم، في صريخ، في تحمل، يعني في هاي المتعة إمتى بيلمسوها؟ بيلمسوها بعد النتيجة، يعني بعد فترة لما يشوفوا هاي النتيجة طرقت على أجسادهم وكيف صار في توافق ما بين العقل والإذن والسمع وما بين الجسد يلي لهم فترة عم يشتغلوا عليه بشكل أكاديمي، برجع بأكد، أو بشكل علمي ومنهجي وبإشراف حتى مختصين، حتى في أطباء وفي يعني مختصين فيزيولوجيين بيكونوا مواكبين لفرقة سوريا المسرح الراقص لو لأي حالة طارئة أو لأي نصائح أو إلى آخره، يعني لازم يعرفوا انه هي ما لنا نزهه، هي شيء جدا جاد بده تفريغ وقت وبده تفريغ طاقه. اذا ما اعتبرنا انه فعلا علاج جديد، اي طبعا ممكن يدخل انه هذا فعلا علاج جديد، ما له مثل ما قال نورس لا نسيران ولا نزهه ولا شيء. طبعا في كثير دول بالعالم اليوم عندها علاج بالرقص، يعني علاج نفسي وعلاج مثل ما في علاج بالموسيقى، وانا مبسوط انه صار حديثا صار كمان برعايه الدكتور جوان قرجولي انه صار في شيء اسمه علاج بالموسيقى بسوريا، يعني كمان بدول العالم في علاج بالرقص، وبحسب بقى توجهات كل شخص وشو بيهوى اكثر ما بين الموسيقى والادب واي شيء جميل بالحياه هو ممكن يكون علاج، يعني انا مؤمن بهذا. حكينا عن العلاج للأطفال بالرقص، اليوم كمان البالغين والشباب عندهم جهود كبيرة بفرقتكم وعم يشتغلوا أكثر على حالهم، خبرنا كيف عم بتكون الدورات التخصصية واليوم وين وصلت الفرقة لوين؟
حقيقة هالأوان وصلت أنتو أدرى، أنتو بتعرفوا هذا التقييم حابين بيرجع نسمع لإلكم، منك يعني كمان نورا. ما حدا بيحكي بالنهاية عن شغله قد ما كان، يعني صدقا مو مسألة تواضع، وإنما نحن بكل فترة وفترة عم نتفاجأ يعني بهذا الجمهور أو هي القاعدة يلي عم تكبر، هي قاعدة سوريا المسرح الراقص الجماهيرية، عم نتفاجأ بردود فعل الناس الجميلة، ما عم نتعرض لانتقادات سلبية الحمد لله، يعني هذا موضوع جدا مهم، وخصوصا من أيضا الجهات الصحفية اللي عم تواكب يعني هذا العمل. يمكن السبب لأنه نحن عم نشتغل بالدرجة الأولى على الفكرة وإنما ليس على الاستعراض، يعني يمكن أنا واحد من الناس اللي بعترف بمختبر خلق كان اعتمادي بالسينوغرافيا على يمكن على فرشة الرمال أو التراب على المسرح، بتعبير بسيط جدا على أنه الإنسان يلي لابس من نفس هذا اللون هو من التراب وإلى التراب، يعني هي الفكرة الفلسفية يلي عم نحكيها بعيدا عن التوجهات الدينية لأي شخص. ما كان في سينوغرافيا أكثر من هيك باستثناء طبعا الإضاءة، وهي يمكن بسوريا من 2005 لليوم ما صارت إلا مرة واحدة بمسرح الأوبرا، لما الفنانين طبعا اللي موجه لهم تحية جهاد سعد وبسام داود قدموا الأسطورة الشهيرة هجرة أنتيغون، كمان يمكن وقتها عملوا هذا الشكل السينوغرافي. من وقتها ما كان في أي تعديلات مهمة إلى علاقة بالسينوغرافيا، كان في الاعتماد على البهرجة والديكور والاستعراض الزايد، ويمكن شفنا هذا الشيء مؤخرا بعدة افتتاحات كبيرة بالبلد وبعدة أمور استهجنوها الناس حقيقة. أنا هلا ما بدي أذكر، الله يوفق الكل، ولكن يعني في كمان أحيانا في استهانة عم يكون بالعقلية السورية فيما يقدم من على المسرح، حتى على صعيد الأزياء كان زينا جدا بسيط، له علاقة بفكرة العمل فقط يلي هي نابعة من جسد الإنسان فقط. ودائما أنا بقول إنه الجسد هو صدقا أصدق يعني من الكلام تعبيرا نعم. مليون بالمية، الجسد ما بيعرف يكذب، الكلام بيقدر يكذب، الكلام بتقدري تعمليه منمق، خصوصا اذا كنت اعلامية مثلا او شاعرة، فيك تعمليه ايه تماما، فيك تعمليه منمق، فيك تكتبيه بالصيغة اللي بدك اياها، فيك تفكري فيه وتحكيه بالطريقة اللي بتحبيها، بس الجسد ما بيعرف يكذب، الجسد شو بيحس بيتصرف، شو بيحس بيعمل، شو بيحس بيعبر وبيساوي وبيترجم، بقى آلية الفهم عند الناس هي بتبقى أكيد. مختلفة. أكيد نورس كمان اليوم كنت معنا وحكينا فعلا عن أرقى أنواع التعبير، وهي تعبير بالرقص والمسرح الراقص. تحيتنا أكيد لكل فرقتك ولكل جهودكم الجبارة، خلينا نقول يلي فعلا عم تحاولوا تنشلوا فيها من هذا الواقع يلي كان صعب فعلا على كل السوريين. بدنا نشكر وجودك معنا لليوم. شكرا كثير لك نورس. شكرا، شكرا جزيلا، شكرا للإخبارية، أنا دائما خجلان قدام الإخبارية، يعني هن المواكبين دائما. شكرا جزيلا، شكرا لك. أهلا مشاهدينا.